الابتسامة غالباً ما كتخفي وراءها أسرار عديدة، أسرار كيجهلها الجمهور واللي كتحكم بشكل كبير في طريقة التعاطي ديالنا مع النجوم وأخبارهم. لهذا فغنحاول اليوم الوصول للعمق والبحث عن أجوبة وتفسيرات العديد من الأمور الغامضة في جو من الصراحة والوضوح تحت شعار هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفسفس. هو فنان كوميدي شق طريقه من ذهب في مجال الفكاهة، رشيد رفيق، شاب طموح تولد بمدينة الدار البيضاء، استحق لقب نجم كوميدي عن جدارة واستحقاق، وسط نجمه من خلال برنامج كوميديا. دابا الدريه اللي بغات تشوفك تتقول لك شوف غنشوفك مونداي ولا تيوزداي ولا فريداي وجساتي وزادنا العالي داي. بالرغم من عدم حصوله على اللقب إلا أنه أثبت للجمهور أنه فنان كوميدي بكل ما للكلمة من معنى، استطاع يرسم الابتسامة على وجوه المغاربة. دخل مجال التمثيل من خلال عدة أعمال رمضانية لنالت إعجاب الجمهور المغربي. بلاتي 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 والسيدة جايبة لنا عمر وانت كتغليني على عيشة بغيتها تضربك. تفضلي يا لالا إيناس مرحبا. رشيد رفيق مجال الكوميديا وجه لعملة واحدة، المثابرة والعفوية هما عنوان النجاح بالنسبة لها. تخطى جميع الصعوبات بنفسه حتى قدر أنه يوصل للنجومية. أجبتي ياك القطبان وشوية كانوا فوق الماريو. إيوا شكون جبدهم من فوق الماريو طاسخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ديما كتضربي يا خدمتي أنا في الزيرو، ديما تما راك كتضرب عليا في الزيرو. في سن صغير قدر يجعل في رصيده الفني العديد من السكتشات والسيتكومات بجانب عدد كبير من الممثلين الكبار. الكوميديا بالنسبة لي هي المجال الوحيد اللي قدر يفرغ فيه طاقته. رشيد رفيق هو عنوان الضحك والابتسامة. قال مرتو حاطة العشاء، قال لها هذا الخبز بيت، قالت لي لا غيتعشى معنا وغيمشي. رشيد مرحبا بك. بارك الله فيك شهرزاد، الله يخطيك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. رشيد، في البرنامج ديالنا كاينه الشخصيه الكرتونيه اللي تتبان لينا كتشبه الضيوف ديالنا. الشخصيه الكرتونيه اللي باتينا كتشبه لك هي كابتن ماجد. كابتن ماجد. كابتن ماجد كيشبه لك رشيد في تفوق ديالو في المجال ديالو، وانت متفوق في المجال ديالك. وكابتن ماجد ديما فاش كيبدا تيقول لك سجل اهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى، كن حسنا الخلق مع الخصم فاهدافك اسمى. نورمالمون ربما انا واقيلا بحال هكا تقريبا الشخصيه. برافو عليكم، انا قريب للكابتن ماجد ولكن هو تيتعطل شويه ماشي بيت ولا بغى ماركي في حلقه جوج تسنى حتى حلقه خمسة. مي تقريبا انت ما كتعطلش، انت سريع في قراراتك. ربما كنكون سريع في بعض القرارات وانا راضي اليوم. واخا قلتي لي كيسجل الاهداف، تسجلوا عليك ولا سجلتي اكثر؟ انا سجلت اكثر ربما. وتسجلوا عليك الاهداف بطبيعه الحال فاش كتسجل، حيت كتطلع كيكون كونتراتاك حتى هما غير جو غيسجلوا عليك، ما يمكنش ضروري يكون واحد اخذ وعطاء. غتكون معايا بلا زواق؟ لا بلا زواق، ما كنعرفش انا الزواق كاع. غنتفقوا انا وياك اتفاق رشيد. اتفق. غنسنيو كونترا انا وياك. سنيو كونترا. شحال البورسونتاج؟ شحال البورسونتاج مهم عندكم؟ شحال البورسونتاج؟ هذاك الشيء ضروري ضروري. الا ما سولتوش شحال البورسونتاج شنو تيوقع لكم؟ ماشي وقع لينا والو، كنبقاو عاديين. زعما بورسونتاج هو الحياه. بعيد على البورسونتاج رشيد، غنتفقوا انا وياك اتفاق، يدخل معايا رشيد الانسان، يدخل معايا رشيد الانسان ونخليو رشيد الفنان ما يدخلش معايا. شنو؟ ماشي مشكل، يدخل معك رشيد الانسان. الانسان دابا انا جالس معك رشيد الانسان. ما كاينش الفنان. لا ما كيغلبش الفنان على الانسان. لا ما تيغلبش عليه. ما كيغلبش عليه. ما تيغلبش عليه. تري بيان. بلا زواق، وضيفنا هو رشيد رفيق. انتوما الكوميديين كتضحكوا الناس، كتكونوا سبب سعاده بزاف ديال الناس. شكون اللي كيضحكك انت؟ انا تيضحكوني ولاد الدرب ديالنا اللي كبرت معاهم. وبطبيعه الحال ان الكوميدي، اي كوميدي كيبان لك انه كيضحك الناس، راه ما كيعيش سعيد حتى هو في حياته بانه راه هو تيضحك. بالعكس الكوميدي كيكونوا
ربما ندوي على راسي انا انا واحد الانسان اللي كيكونوا عندي مشاكل ديالي خاصه، ورغم المشاكل انا من هذوك المشاكل اللي عندي سنخرج الضحك. فهمتي انا الهم ديالي الوحيد هو انني نضحك الناس، واخا نكون انا مع واخا نكون الداخل ديالي ماشي بخير وما مرتاحش، ولكن اهم حاجه هو الجمهور يكون ضحك. يعني انا اختاريت هذه الطريقه هذه. واخا رشيد قلتي لي باني انا ماشي ديما تنكون ضحك، تيكون عندي المشاكل وتيكون عندي شي مره طلعتي لاسين وانت عندك مشكل وكان لازم عليك تضحك الناس. فاش كتطلع لاسين امام الجمهور صافي كتون فاس مع بحال فاس فاس ما يمكنش دير الخطا، كتنسى لدرجه تكون دارك حتى الدرسه، خاصك تضغط على راسك وتضحك الناس يا بخي تخرج عاد باش تفكر في المشاكل ديالك، حيت صافي طحتي في امام امر الواقع. علاش غتشارك الناس جايبينك باش تضحكهم، ما جايبينكش باش تشاركهم المشاكل ديالك، مشاكل خليهم في الدار. فاش تجي لاسين عطينا ضحكنا يا بخي تمشي لدارك وقد المشاكل ديالك مع راسك. واخا حنا كتبان لينا انت بان دائما ضحك وبان ما كاينش المشاكل، هادشي ما كاينش شي ماشي بصح. لا بالعكس بالعكس، ضروري ضروري من المشاكل. سيرتو حنا اللي في واحد الدومين دابا تبارك الله كنبغيو الخير لبعضياتنا وتنكبروا بعضياتنا، فهمتي اللي درجات كتولي ما مرتاحش في حياتك. في الاول كتقول بغيت نتعرف بغيت نتشهر، بحال دابا انا فاش تشهرت في الاول وتعرفت كنبغي غير امتى نخرج للزنقه باش تلقى معاك الناس يشوفوني الناس نقول لهم اه راه انا هو هذاك. دابا وليتي تتخبى تدير ما بقيتيش كتاخذ راحتك. يعني خصك تاخذها في الدار، وليتي حاضي مع راسك بزاف، كاينين اعداء النجاح بلا ما ندوي عليهم حتى هما بزاف كيتسناوك غير في الدوره كيتسناوك في الدوره، خصك غتخطا فهمتي. حيت انا الدور ديالي ككوميدي انا مرفه، انا كنرفع على الناس في واحد خمسة دقائق ولا 10 دقائق ولا ساعه ولا ساعه ونص، كنرفع عليك كنضحكك، ما غنقولش لك كيفاش تتعامل مع الحياه ولا غادي نربيك ولا بالعكس. انا الهدف ديالي هو نضحك الناس فقط، ما عنديش شي هدف اخر انني نقول الناس يديروا شي حاجه اخرى من غير. كيحاسبوك الناس على اهداف اخرى كما قلتي لي، كيقولوا لك الناس بان انت راه خصك ما تكونش غير مرفه، ما تكونش غير كتضحكنا، تكون مثال الشاب اللي ما تيغلطش. بطبيعه الحال تيقولوها لك. بطبيعه الحال تيقولوا لي الناس انا خصني نكون مثال وقدوه للشباب، يعني خصني نكون انا هو ليماج ديالهم. خص الفنان يكون ليماج، خص الفنان يكون قدوه. بطبيعه الحال خصو يكون قدوه. بطبيعه الحال وكاين خصو يحدي مع راسو بزاف. دابا انا الطابع ديال العفويه ديالي انا العفويه ديالي بعض الخطرات كنقول شي حوايج اللي عاديين بعفويه تنخرجهم، انا الكلمه اللي تنفكر فيها في دماغي تنخرجها. ولكن ما خصكش تكون بحال هكذاك لان اكرهات الفن، ولان الفن كي ليماج كما قلتي الصوره ديال الفنان كتحتم عليك تكون ماشي انت. خصك تضرب لها 100 حساب وحساب عاد باش تخرجها، ما خصكش تكون ديما اي قرار بغيتي تاخذه خصك تضرب ليه 100 حساب وحساب عاد باش تاخذه. مثلا اي بلاصه بغيتي تمشي لها كفنان معروف خصك تضرب لها 100 حساب وحساب، خص يكون معك واحد حاضيك، خص بزاف د الحوايج. واخا رشيد قلتي لي بان في الاول فاش يلاه بديت المسيره الفنيه ديالي في 2010 ياك؟ 2010 من الكوميديا. كوميديا 2011 دابا 9 سنين دابا 8 سنين 8 سنين خليو 10 سنين زعما ماشي مشكل. في هاد السنوات كامله قلتي لي قبيله بان فاش بديت تنبغي غير نخرج للزنقه باش يسلموا عليا الناس. لان الفنانين ولا الاعلاميين كيعرفوا النجاح ديال العمل ديالهم من خلال اقبال الناس، فاش كيتلاقاوك الناس في الشارع تيقول لك تبارك الله عليك دونك العمل وصل للناس، شي متفقين عليه. اليوم الى عندك بوفوار على الزمان وتقدر ترجع الحياه ل 2011 ولا 2010 دير كوميديا ولا ما ديرهاش؟ جيني من الحقيقه. شكون معك واضح غندير كوميديا حيت كنبغيها، واخا نعاني في حياتي واخا ما عرفت شنو يوقع لي، شتي تبقى عندي رجل نطلع معاهم لاسين نضحك الناس. حيت انا فاش كنطلع لاسين وكنضحك الناس كنسى المشاكل ديالي. ديجا تنتمتع انا وكنفوج على راسي. دونك انا الدومين ديال الكوميديا انا تنبغي من الصغر ديالي من شحال هادي، يعني من ولقيت فيه راحتي ولقيت فيه بزاف د الحوايج واخا فيه مشاكل. شنو هاد المشاكل؟ انا صراحه حاورت بزاف د الفنانين لحد الان مازال ما فهمتش شنو هما المشاكل اللي عندكم انتم الفنانين. هاد الخدمه اختاريتوها رشيد، الخدمه ديالكم انتم اللي اختاريتوها. انا
امانه نستغرب فاش تقولوا لي كاينين المشاكل. قولوا لي شنو هما هاد المشاكل؟ مشاكل ما كتبقاش كما كنتي قبل ما كيعرفك حتى، وما كتبقاش واخد راحتك بزاف د الحوايج. يعني كتولي كتولي الا بغيتي تخرج من الدار خاصك تضرب لها 100 حساب وحساب عاد باش تخرج من الدار. ولكن بوتيت انت معقد الامور، لان كاينين الناس اللي واخدين حياتهم. لا بالعكس انا ما معقدش الامور، انا اللي قلت لك هاد العام فيك كنت مخيم، كان ما عرفت ربما جو بونس حتى شي فنان في المغرب ما يقدر يخيم في البلاصه اللي كنت مخيم فيها انا. انا كنت مخيم في واحد البلاصه فيها هما بيوتا، ولكن المغاربه فاش كيستيلوهم كيقولوا استوديوات، فهمتي؟ استوديو حدا استوديو حدا شي 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 17 استوديو كنت مخيم مع الناس ديال فهمتي ديال سيدي رحال. فهذيك البلاصه ما يقدر ما عرفت ربما ما يقدرش فنان يخيم تما. فريمون تنتلاقى مع الناس يوميا، تتبحر مع الناس بزاف يوميا. ما كيعييكش تلاقى مع الناس يوميا؟ عندي الخاطر، عندي واحد الخاطر انا كبيره مع الجمهور ومع لي فان. ولكن واخا تكون عندك الخاطر تتعيا كتعيا بينك وبين راسك. راه كتعيا بينك وبين راسك، ولكن راه كتقول هذاك السيد اللي كيجي يتصور معاك واخا كنت واخا انت مدرك ديال كاسكيطه ومضادر وكيجي وكيبغي يتصور معاك كيفرح، راه تيبغيك. ما يمكنش تقول ليه لا، ما يمكنش تقنعو. رشيد، الحياة حملاتك، عطاتك نجومية وفرحتي الناس، كتلاقى مع الناس كيضحكوا ياك؟ كيقولوا لك بأن أنت كتضحكنا، وحملاتك بالمقابل مسؤولية أكثر من القياس، عطاتك ميكرو ضحكتي به الناس وبكاك هذا الميكرو. أو نكذبش عليك، أنا بعدا أول حاجة حب الناس، فاش كيبغيوك الناس هذه من عند الله، اللهم لك الحمد، كنحمد بها الله ونشكره، ولكن في نفس الوقت هي مسؤولية. خاصك تكون قادر بالمسؤوليه، خاصك تدير شي حوايج اللي يشوفوهم الناس زوينين فيك، خاصك تكون ديما في واحد ليماج زوينه. وربما انا من واحد الناس اللي نقدر نقول لك تنسى راسي بعد خطراش واش كندير، واش انا الناس كيعرفوني. كيفاش كتنسى راسك؟ كنساها. شنو كتنسى؟ كيفاش كتنسى راسك؟ كنسى راسي واسم معروف، كنولي نتصرف عادي بحال اي الناس زعما كنتصرف عادي. وفوقاش كتفيق؟ فوقاش تقول لا يا رشيد انا الناس كيعرفوني ما خصنيش نتصرف بهذه الطريقه؟ كنفيق فاش كنشوف راسي غادي غندير شي حاجه خطا ولا شي حاجه، تنقول رشيد هادشي راه ما خدامش، رجع وكنرجع. نقدر نسولك سؤال وما تفهمنيش غلط؟ لا ما نفهمكش غلط حاشا. بصح والله انت متهور. متهور زعما ما فهمتش زعما؟ ما مسوقش للعالم وغير كتصرف كيما انت بغيتي، كاين التهور، ما كايناش الحكمه، ما كاينش الحكمه في التصرفات ديالك. بعد خطرات كنكون متهور ولكن ماشي ديما، بعد خطرات داك التهور ديالي كيسبب لي انا مشاكل، كيسبب لي انا اكثر مره تسبب لك التهور ديالك في المشكل. بزاف المواقف، بزاف المواقف، ولكن جو بونس انا كنتعامل عفوي كما قلت لك في البدايه ديال الحلقه، ربما العفويه ديالي كله كيفاش كيقراها، كاين اللي كيقراها سلبيه، كاين اللي كيقراها ايجابيه. بالعكس انا الهدف ديالي الوحيد هو نضحك الناس وندخل السرور على الناس والبهجه على الناس فقط. هذا هو الهدف ديالي. رشيد انت من الناس اللي متشبتين بالعائله، لان العائله كدير لنا توازن في الحياه، ولكن في نفس الوقت مبعد العائله ديالك، هذا اختيار؟ اختيار، حيت اصلا انا فاش كيوقع لي شي مشكل ولا شي حاجه العائله ديالي تتمرض معايا. انت كيبقى فيك الحال؟ ما كنبغيهمش يمرضوا معايا، نمرض بوحدي، انا نتحمل المسؤوليه بوحدي. لان انت اللي اختاريتي هذا المجال. انا اللي اختاريت هذا المجال، هما بغيت نخليهم بعاد على هذا الصهد وعلى هذا الشمس ديال هذا الدومين الجميل جدا. الشمس والصهد. الشمس والصهد. خصهم يبقاو بعاد عليه، ما داروا والو، انا عندي بنتي بغيتها تكونسونطرا في القرايه ديالها، فهمتي ماماها تقابلها. الجمهور شنو كيبغي من رشيد رفيق هو الخدمه ديالو. هي اللي كتكدوي عليه، اما العائله ديالي ما عندها باش غتفيد الجمهور كاع، اش غتفيدك انت عرفتيني وعرفتي عندي وليدات وكذا يا بخي. فوالا انا واحد الانسان مستقر في حياتي وبغيت هذاك الاستقرار والعائلتي تبقى بعيده كل بعد على 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 الناس. الام ديالك ما قالتلكش شي مره فاش شافتك عييتي ولا ما قالتلكش اولدي بارك علينا من هذا المجال ندير شي حاجه اخرى؟ الصراحه الوالده الوالده من الناس اللي دغيا تيثيقوا حنا واحد العائله بحال قلتي مهاوريه، حنا نيه مثلا ما فيناش ديك القضيه ديال تتجلس معانا وداك الشيء نبقاو حاضرين معاك، لا حنا باهله بهذا المعنى.
ما خصكش تكون بحال هكا في المجال الفني. ما خصكش تكون بحال هكا في المجال الفني. ربما متفق معك، ولكن جو بونس وقيل الستيل ديالي انا في الحياه، انا بحال هكا داير، ربما ربي تيحفظني من بزاف د الحوايج. واخا نجلس مع ناس خايبين وكيبغيو ياذوني، ربي سبحانه وتعالى بحال قلتي في اخر رمق في اخر لحظه كنخرج من دوك البلايص الخايبين وكنولي في بلايص زوينين. بالنسبه لنرجعوا للموضوع ديال الوالده، الوالدة ديالي مسكينة ما عندهاش مع الانترنت وهذا الشيء ديال فيسبوك وكذا، ولكن فاش كيوصلها شي خبر مسكينة مع ما قارياش، وداك الشيء من الناس اللي نقدر نقول لك رقم واحد اللي تيعطفوا عليا وفي بزاف د الحوايج، يعني ديما الوالدة في جنبي، لدرجة حتى مشكل مادي كاع تنمشي عند الوالدة. فهمتي؟ يعني كتبقى الأم ديالي هي ما عمرها ما قالت لك أولدي ما عندناش بهذا المجال؟ قالتها لي مؤخرا دواش معايا في هذا الموضوع، قالت لي يا وليدي مالك على هذا الصداع وهذا؟ قلت لها الوالده انا راه تنبغي هذا الشيء، واخا يبقى شنو وقع قلت لها راه تنبغي هذا الشيء. هي الوالده بحال قلتي انا هو الكبير عندها، انا عزيز عليها بزاف، تتبغيني بزاف، لدرجه اختي الاخرى كيغيروا من الدعوات اللي كتقول لها هادشي كديها مع رشيد، علاش ما تديهاش معانا حنايا؟ دونك عندي بها واحد العلاقه مزيانه، وسبحان الله العظيم فيما تضيق بيا الوقت ولا كنحس براسي مخنوق كنمشي عند الدار تنتعشى معاها، اقسم لك يمينا انت كنخرج مرتاح، كنخرج مرتاح بالرضا ديالها بزاف. الله يخليها لك. الحمد لله. الله يخليها لك وتشوفك دائما. اللي عنده ماما الله يخليها لك، الله يخلي لك انت. امين. امين. امين الحناوي. امين الحناوي. واخا كنحاول نكون معاك اليوم جديه. انا ماشي مشكل. انا ربما في اول من بين قليل من البرامج اللي كنت فيهم جدي، انا شويه. غنكونوا جديين، عرفتي علاش؟ لان الناس تحسبهم بان حياتكم كلها ضحك وحياتكم كلها فرحه. هادشي بعيد على الواقع. كنعقل من حمزين كان ضيفي وقال لي الفنان اللبناني، قال لي كون كانت كاميرا عند الناس معانا في حياتنا ما غاديش يبغيو حياة الفنان. نجيب لك واحد المثال، الفنان يولد من رحم المعاناة. شي الفنان اللي ما كانش كيعاني ما كاينش إبداع، ما عمره غادي. دونك انت كتقول المبدع هو اللي داز من المعاناة. داز من المعاناة ضروري، وراه دابا فنان واصلين، وراه تلقى في هذيك الإبداع ديالو تلقى كيعاني. ضروري من المعاناة. انت في السبيكتاكل ديالك فاش كتكتب السكتش ديالك كتعاني بزاف؟ انا راه بغيت نجمع سبيكتاكل كنقول الدار بسلامه وكنمشي لبوزنيقه تنسد عليا سيمانه تما، نقدر نقول لك ناكل وجبه وحده في النهار باش نجمع سبيكتاكل. ما تناكلش بزاف. شنو علاقه الماكله وشنو علاقه نخليو حياتنا باش نكتبوا؟ هذا هو الجو ديالك، خصك هذا الجو باش تكتب. خصني نبقى عندي علاقه مع الستيلو والكتاب، خصني الخدمه نبقى خدام فيها. واخا يقولون دعهم يقولون، خصني نبقى انا خدام. شو اللي دعهم يقولون؟ شكون مثلا دابا الخدمه ديالك هي اللي تتجاوب على كل شيء؟ ما يمكنش هم يقولون وانت ما كتبقاش خدام، صافي بحال قلتي انت لا تقال. خصك لا بلاتي الله يخليك ما تدوخليش، لاني انا مركزه معك. انا مركزه معك واخده الامور بجديه. مرحبا. حيت واش كتضحك معايا ولا كتهضر معايا؟ لا تندوي معاك بصح. بصح تندوي معاك بصح. دونك كتقول الا ما ركزتيش مع الكتابه وبقيتي كتسمع درتي بالك مع الناس شنو كيقولوا، ما غاديش تكتب سكيتش، ما غاتمشيش بعيد، حيت هما الهدف ديالهم هو انك تحبس. فهمتي؟ دونك انا ما بغيتش ما نحبش مهما كان شنو كاع شنو يبقى، غنبقى انا خدام في رشيد. كاينين شخصيات عامة، فنانين، شخصيات عامة اللي معروفين، تيتفاوضوا مع الحزن، تيقولوا للحزن التقليقة، تيقولوا لها ما تخرجيش برا الدار، خليك معايا في الدار باش ما يشوفوناش الناس، يشوفونا دائما فرحانين. كتفاوض انت مع الحزن؟ كتقول له ما تخرجش الباب ديال الدار؟ تقول نجلس انا وياك في الدار ونخرج فرحان الناس؟ انا الحزن نخليه في الدار، ولكن نخرج عند الناس خصني نخرج عندهم. ماشي على حساب راحتك انت؟ لا بالعكس، انا هكا داير، انا المشاكل ديالي نخليهم في الدار ونخرج للزنقه، لدرجه بعد خطرات كنكون كاعي كاع ومديبريمي ديال بصح، كيجي بنادم يتصور معك خصك دير ديك معاه في التصويره، ما خصكش. سي با ايفيدون تو سا، حيت هو عرفك في التلفازه او شافك وتفرج فيك، عرفك واحد انسان نشيط كتنشط الناس ضحوكي كذا، ما يبغيش يشوفك في هذيك الصوره. دونك انت فاش غتجي عندي ما نعطيكش هذيك الصوره ديال ما نشارككش القلق، خلي المعاناه والقلق بيني وبين راسي.
ولكن انت كجمهور وكواحد الانسان او انسانه كتبغيني خاصني ديما نستقبلك بواحد الضحكه. حنا فقرتنا اسمها بلا زواق، عندكم بزاف ديال الزواق في المجال الفني. بزاف كاين بزاف ديال الزواق وربما نقدر نقول لك انا من الناس اللي انا عند بلا ما نقولش انا اللي نعرف فنان او فنانه في الزواق ما ندويش معاه اصلا. يعني ما كاينش لاش غادي نجاملو ولا غادي ننافقو. هادوك الناس اللي تيديروا الزواق وكيبقاو يديروا هاد المسائل هادو، هادوك كيكون عندهم ديجا نقص. فاش كيكون عندك وكتكون عندك طاقه وكتكون عندك موهبه كيكون هو الجمهور هو اللي كيحكم. اما فاش كتكون ضعيف ولا هذا كتبغي تركب على شي حوايج وكتبغي تنافق شي ناس واصلين في الدومين باش توصل لشي. انا ما عنديش مع الزواق. انا نهضروا على المجال الفني ونهضروا على النفاق ونهضروا على الاكراهات. لا ماشي ابخي من دابا شويه، من دابا اقل من 5 دقائق ولكن غنبقى فيك انت. سبق لك وقلتي بان ما كتبينش العائله ديالك لانك كتخاف من العين، كتامن بالعين؟ واه العين هي راه كحق. العين حق. انا نقدر نقول لك واحد الكلمه اللي من نهار بديت الدومين اقسم لك يمينا فيما تندير شي عمل تتخرج لي شي حاجه اون باراليل شي مصيبه ضروري. مثلا فيستيفال مراكش دو ريغ، فاش ساليت فيستيفال مراكش دو ريغ جيت نعس في كلينيك 12 يوم ما فرس حتى شي واحد، ما خرجت حتى في شي 12 يوم وانا نعس في الكلينيك. علاش نعس في كلينيك 12 يوم؟ صافي بدلت واحد بدلت واحد المجهود كبير بزاف وفهمتي لدرجه ما بقيتش كناكل كاع وليت قصبه وصافي وطحت سخفت صافي ومشيت للكلينيك. مشيت للكلينيك تعالجت والحمد لله دابا. شكون لقيتي فاش مشيتي للكلينيك؟ شكون لقيت؟ شكون لقيت حداك؟ لقيت مرتي بنتي ولقيت الوالده. صافي. هما حيت فهادوك 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 المواقف تما فين تتعرف الصحاب فهادوك المواقف فاش كتكون ناعس. ما كاينينش الصحاب. لا ما كاينينش، كاين اصحاب المصلحه. هما اللي كاينين. صافي فقط. ماشي واحد يبغي لك الخير، كاينه وحده اللي تبغي لك الخير هي ماماك ولا باباك. فهمتي؟ وكاينين بطبيعه الحال ما كنعممش انا في كلامي، كاينين ولاد الناس. كاينين ولاد الناس كيوقفوا معاك ما باغيين حتى شي حاجه. وكاينين ناس اخرين الله يهديهم. اللي يشوفوا فيك الدقه ما يعقلوش عليك. ما يعقلوش عليك. يشوفوا فيك الدقه. مشكل، دونك هذاك اللي فنان وكيشوف فيك الدقه ما كيعقلش عليك، حشومه كاع تقول في اسم انه فنان. خص الفنان يكون اسم على مسمى فنان. لأن الفن هو إبداع وأخلاق. أو وأخلاق متفق معك. رشيد مشونا وكل قاس أحسن من كذاب. أنت واجد شو القاس أحسن من كذاب؟ أنت قاسح ولا كتر تكذب؟ كتقول نكون قاسح مع الناس ولا لا خصني نكذب باش ما نجرحش الناس؟ لا بلا قاسح. نقدر نكون قاسح مع الناس. أنا عندي واحد القضية، إحنا في العائلة ديالنا عندنا ديك فاس تنقولها لك في وجهك بلا ما نقولها لشي واحد يقولها لك في التليفون ولا تسمعها في شي اوديو ولا شي حاجه. تنجي عندك السلام عليكم، السلام، انت راه درتي معايا وفعلتي معايا. صافي هادشي اللي كاين. قاس حسن من كذاب. وخصك تكون بحال هكا ولا خصك تكون شي شويه كتجمل الاشياء وكتعتمد مبدا الدبلوماسيه؟ مبدا الدبلوماسيه يعني المجامله. يعني المجاملة في حد ذاتها كتحيد لك ماء الوجه. فاش كتبدا تجامل في واحد الانسان وكتبدا تشد ليه البندير وداك الشيء كتحس براسك انت ماشي شي انسان عادي، ما كتبقاش عندك شخصية. دونك غادي ماشي نجاملك، نجاملك على خدمتك المزيانة. فوالا انت واعر نقول لك برافو انت واعر. اما انت عادي وغنبدا نصفق لك وهذا تنكذب عليك وكنكذب على راسي. نمشيو نقول قاسح احسن من كذاب. نمشيو دابا غيكون قاسح ما كاين مشكل. هاني مرحبا. قاسح احسن من كذاب وضيفنا هو الفنان رشيد رفيق. انت رشيد خريج برنامج كوميديا، كون ما كانش كوميديا كنتي غتكون رشيد رفيق اللي قدامي اليوم؟ حيت انا كان كما قلت لك في الاول كان الهدف ديالي انني نكون كوميديا. نقدر نكون رشيد رفيق بلا كوميديا، ولكن كوميديا هي مدرسة اللي صراحة استفدنا منها بزاف ديال الحوايج. ومن هذا المنبر بغيت نقول لدوك الناس اللي يعني اللي داروا كوميديا وداروا فكرة ديال الكوميديا تنقول لهم شكرا بزاف، لأن عطات بزاف ديال المواهب. وتقريبا راه الأغلبية فيهم دابا راه تقريبا هما اللي كاينين في الساحة الفنية. ماشي مهم، كاينة واحد البركة باقا ديال الكوميديا باقا في الساحة الفنية.
كاينين ثابتين وفردين اسمهم اليوم في الساحة الكوميديا كما قلتي. انا عطيك ثلاثه ديال الاسماء الكوميديين وغتقول لي شكون هو اللي قريب لك اكثر وشكون اللي كيبان لك بان لو ستيل ديالو قريب لو ستيل ديالك. صافي انا اللي فيها مشكل ماشي انت تختار لي اسم واحد. انا اللي فيها مشكل وانا اللي تنبغي المشاكل. لا لا عادي عندي ماشي مشكل ماشي مشكل. انا عطيك ايكو بسو وتاليس. اولا ايكو خاص الجمهور اللي يعرف بان ايكو رانا تلقينا فونداسيون في اللي كاينه في سباته شحال هادي قبل ما كاين حتى شي حاجه. كنت انا وياه وتاليس في كاين واحد البيت في سميتو في سباته. ايكو راه خويا الكبير ايكو راه دابا ملي جبتي لي ايكو جاتني الضحكه حيت كنتفكر شي حوايج زوزتو مع ايكو انا وياه والوالد الله يرحمه والوالده حوايج زوينين يعني ما يتنساوش يعني ايكو راه خويا الكبير وصديق ديالي انا ما عنديش مع الجم مجامله تنقول لك داكشي اللي عشت دابا انا كدوي معايا ولا لاحظتي بانني كندوي معاك من قلبي انا واصل كلامك لقلبي واصل ان شاء الله لقلب الناس ولكن بغيتك تختار لي واحد في هاد ثلاثه واحد من ناحيه زعما شكون المفضل عندي المفضل عندك في الستيل ديالو وما نكذبش عليك ايكو صاحبي كبرت انا وياه كلينا واخا باسو صاحبك باسو صاحبي طاليس قريت انا وياه في المدرسه وخدمت معاه حتى هو ما يمكنش لي ننسى الخير ديالو ما يمكنش لي نعزل لك واحد في هادو حيت كلهم صحابي وكلهم عندي معاهم ماضي جميل جدا واخا علاش نتوما الفنانين كتخافوا تقولوا الرأي ديالكم وانا الرأي ديالي اللي شنقول لك اللي واه عشت معاه وما ضرب بحال خوتي عطيني واحد انا تقول لي اليوم شكون اختك ولا اختك ولا اختك غنختار لك اختي وحده ولكن ربي ثلاثه عشت معاهم كاملين راه ما يمكنش نختار لك واحد امبوسيبل انا نكون معك قاس احسن من غماق صافي تري بيان انا غنحتارم هادشي اللي بغيتي لان الهدف ديال البرنامج هو نوصلوا صوره ما كيعرفهاش الجمهور عليك الهدف ديال البرنامج ماشي سابق صحفي وماشي البوس اي باش تعرف غنمشي وانا وياك السلسلات الكوميديا اللي لعبتي فيهم لعبتي في الخاوه في لوبيرش في ولاد علي في ولاد علي وفي الدرب اكثر سلسله عطات لرشيد رفيق انتشار مع الناس شكون هي في هادو الخاوه اكثر نكون اناني في الجواب ديالي كون اناني فما بغيتي غير جاوبني ربما انا فخور بهاد الاعمال كاملين اللي قلتي اول حاجه غندوي معاك من الناحيه الفنيه لان فهاد الاعمال بالربع اللي قلتي لي هاد السلسلات ما كاينش بيرسوناج كيشبه البيرسوناج وهادي انا فخور بها يعني ما عاودتش راسي يعني في ريان كان واحد الطفل بريء من وراه جا داك اللي يديرها كيضرب العيطه ما كيشبهش لريان فولاد علي من وراه جا داك السيكيريتي اللي تيديرها هكا هكا وتيتعوج فوالا من وراه جا ولاد علي واحد الانسان اللي مصلح دونك هادو ربعه ديال لي بيرسوناج مختلفين عندي في السي في ديالي انا راضي عليهم كاملين وعاجبيني كاملين حيت بدعت فيهم كاملين وضربت فيهم تماره كاملين دونك انا راضي على هاد الادوار كاملين اللي لعبت اللهم لك الحمد كل ما لعبتيش هاد الادوار ايكون عندك هاد السميه اللي عندك اليوم عاونوك هاد الادوار باش توصل الجمهور اكثر ولا لا؟ طبيعة الحال عاونوك ولا ستاند اب هو اللي لا سين هي اللي وصلتك للجمهور؟ لا بالعكس الناس الجمهور كانوا كيعرفوني في ستاند اب هو الاول من بعد انا بغيت نوسع الجمهور ديالي باش نبين لهم بانني راه ما كنديرش غير الستاند اب فقط راه نقدر نكون ممثل كوميدي اون ميم طون في ولاد علي راه مثلت الدراما يعني ما كتسناش من رشيد رفيق كيدير كوميدي غتشوفوا في الدراما دونك انا بغيت نعطي ليا واحد الكاتالوج ديال زعما نكون بزاف ديال الشخصيات لعب فيها تقدر تلعب بزاف الشخصيات نقدر نلعب بزاف الشخصيات ونقدر مثلا العمل اللي تشوفني به في الشخصيه ما تشوفنيش به العمل الاخر انا ما تنبغيش نعاود راسي حيت كاين بزاف ديال الفنانه خصو عاودوا راسهم بقاو هما دونك انا كنبغي كاينين الفنانه اللي خطاو شكون هما بزاف ديال الفنانين علاش غادي نجبدوهم بقاو في نفس ما بغيتيش تجبدهم ماشي مشكل جبدهم الخير والربح شكون هما شكون هو الفنان الكوميدي اللي ما معطياش له ما معطيلوش حقه كيما خصو يتعطى له فنان كوميدي اللي ما معطيش في المغرب كيبان لك مظلوم انت كيبان لي مظلوم كيبان لك بان موهبته كبيره وهو ما معطيش له المكانه اللي كيستحقها شكون هو باش لي ما بانش ليا
بلي كاع هادو اللي كاينين دابا في الساحه الفنيه ربما معطيلهم كل واحد عنده ستيل ديالو. دابا تبارك الله الكوميديا ولات ستيلات يعني كل واحد عنده ستيل ديالو كل واحد عنده الجمهور ديالو. بانش ليا انا كيبان ليا واحد القضيه ديال ماشي ما كتعطاكش حقك لا ما تخدمش اجتهاد اجتهاد واش ما يمكنش انت عندك سكيتش واحد بغيتي تلعب به 3 سنين حنا راه ماشي في فرنسا، فرنسا اللي عندهم داك ستيل ديال عنده سكيتش فيه ربع ساعة يلعبوا في كازينو دو باغي يلعبوا هنا يلعبوا هنا يشري به دار يشري به طونوبيلا يمشي به للبلاد سكيتش واحد. حنا عندنا سكيتش واحد كتلعبوا في ايفينمون تيمشي صافي خصك تعاود تصوب واحد اخر والضحك ماشي بحال الغنى. الغنى تقدر تداش داك تمشي للزين تغنيها هنا وتغنيها ليه وكذا الضحك لا خص الا قلتي هاد النكته ولا قلتي هاد السكيتش مثلا تدوي على واحد الموضوع تقدرش تعاودو في بلاصه اخرى تلقى ناس حفظوه وشافوه في يوتيوب في فيسبوك وهذا دونك نرجعوا للسؤال ديالك ديال اللي ما معطيش حقه وهو اللي ما عطيش راسو القيمه هو خصو يخدم كوميديان خصو يخدم خصو يشاهد اللي اجتهدتي بطبيعه الحال غادي تفرض الوجود ديالك. واخا ما كاين مشكل. لا راه ما كاين حتى شي مشكل راه لا عادي يا ربي دوز هاد الحلقه بخير وعلى خير مع رشيد. يا ربي خليني نكون كيما خصني نكون. رشيد شكون هو الكوميدي رقم واحد في المغرب؟ كون جريء كون غلب على الجواب ديالك الجرأه كون قاسح. كوميدي رقم واحد في المغرب هو باش نكون معك واضح هو في المغرب كل مره كيجي شي حد كيجي شي حد شكون اللي دابا شكون اللي كاين دابا باينين واحد ثلاثه اربعه اللي باينين كل مره تيطلع واحد كيهوت له عطيني ثلاثه يلا انا عطيني اربعه ما عطيت لك واحد نقدر نقول لك كوميدي اللي كاينين دابا اللي مزيانين كاين ياسر كاين رشيد رفيق كاين ايكو كاين ماشي حيت صحابي هادو ولا كذا انا كنقول لك الهضره اللي تنسمع من عند الجمهور صافي رشيد رفيق ايكو وياسر وي هادو هما ثلاثه الكوميديين اللي كيبانوا ليكم رقم واحد في المغرب عندك الحق وكاينين اسماء اخرى ولكن الاسماء اللي قلت لك دابا في ستاند اب زعما في هاد الوقيته في هاد الوقيته وقيته اخرى كيبانوا كوميديين اخرين وغاديه واخا ما كاين مشكل لا ما كاينش المشكل رشيد الى رجع معاك الزمان اللور بغيتي تحذف شي حاجه من المسيره ديالك غير المسيره بغيتي تحذف شي حاجه شي عمل درتي شي حاجه شنو تحذف الى عندك الحق دير حياتك الفنيه ما تهضرش على الشخصيه في اكرون وتحيد اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي شنو تحيد ما نحيد حتى حاجه ما تحيد حتى حاجه كلشي مزيان حيت انا اللي بغيت هذاك الشيء دونك ما كاينلاش غادي نحيد حتى شي حاجه. كيفاش كتوجد انت السكتش ديالك من غير بانك كتمشي وما كتاكلش وكتبعد على العائله ديالك وكتمشي لبلاصه فيها البحر من غير هذا الشيء كامل كتقرا كتفرج شنو كدير؟ انا كما قلت لك نرجع عاوتاني انا كنمشي لشي بلايص اللي عامرين مثلا تقدري الخميس تلقيني في خميس شي سوق ديال الخميس في شي دكاله ولا في شي لعيبه ولا في شي بلاصه باش نتانسبير كنمشي تمشي للبلاصه اللي فيها الجوق تندير كاسكيطه نديدرات وكنمشي تمشي نتقهوى في شي قهوه اللي ما يقدر يتقهوى فيها حتى شي واحد داخله في شي مدينه لداخل دونك كنت انسبيرا يعني كنبقى نجمع واحد الباكاج صافي فاش كنجي للدار تريح عندي واحد الوقيته تنكشف فيها 12 ونص 3 الصباح من 12 ونص 3 الصباح هذه هي الوقيته ديالي. علاش من 12 ونص 3 الصباح؟ علاش ماشي من 10 ل 12 النهار؟ كنكون كنتشارج هذيك الساعة. كنكون كنتشارج وفاش كنجي مع 12 ونص صافي مع ذاك الهدوء كلشي تيناس كتولي تتقول الكلمة وتتسمعها. شكون كيضحكك أنت؟ بنتي الصغيرة. من غير ولاد الدرب. كضحك في الكوميديين شكون كيضحكك؟ في الكوميديين؟ اها. راه تقريبا من غير ايكو يسار. تضحكني ايوب ادري تضحكني على عندك اليوم الجرأة تدخل الجمهور اللي كيشوفنا شنو واقع في ايموراجي عندكم مشكل مع طاليس ولا ما عندكمش نو ما كاينش مشكل لا عادي بتاتا ماشي كتخبي عليا وكتخبي لا ما نخبيش عليك والله ما نخبي عليك حاجه انا اللي كاينه نقولها لك كاينش مشكل بالعكس شنو كاين في ايموراجي؟ شنو واقع في ايموراجي؟ ايموراجي هي واحد المجموعة ديال واحد الدراري
اللي هما خوتي وولاد الناس فهمتي، وحنا جمعنا واحد الحب ابار ايموراجي بيناتنا علاقات مع بعضياتنا. قولي اش كنعرف وانا ما نقولش لك. قولي لي اش كتعرفي باش نقول لك انا شنو ما تنعرفش. قالوا لي بان عندك مشكل لداخل ايموراجي مع طاليس، وكتمشي لسبيكتاكل فوق ما انت بغيتي. واخا انا نجاوبك. فاش بدينا ايموراجي غنديرو سبيكتاكل لا جورني، بدينا من الكابون، سالينا مع اخر عرض سالينا في قلميم كابون فرنسا اسبانيون، درنا جوله ديال بصح. انا من الاولين اللي مشيت من الكابون، انا من الكابون وانا معاهم في الجوله، ما كاينش دات وحده ما لعبتش فيها. ما كاينش دات ابار واحد جوج ديال لي دات ديال خريبكه وبني ملا اللي ما لعبتش فيهم، حيت كان عندي التزام مع ماستر شيف كنت كنصور. جوج ديال لي دات اللي ما لعبتش فيهم. بالعكس انا ايموراجي راه حنا راه كبرنا، راه كنا في الاول في لافيش اللي كيبانوا لك الدراري ديال ايموراجي راه كان حتى واحد ما عنده الحياه. دابا الدراري كلهم تزغبوا، دونك راه بيناتنا واحد العلاقه وطيده. شكون هما نجوم ايموراجي؟ نجوم ايموراجي ما نقدرش انا نجاوبك على هذا السؤال حيت الجمهور هو اللي عارف شكون هما النجوم ديال ايموراجي. الا مشى رشيد رفيق، الا مشى رشيد رفيق من ايموراجي غتبقى ايموراجي ولا لا؟ جو بونس تبقى غتبقى حيت كيقول لك واحد المثال كل شيء مهم وانت واحد ما مهم. ولكن انا ما تنفكرش، عشان ما تنفكرش كاع بحال هكا حيت كي ايموراجي فيها ولاد الناس. ولا مشى طاليس غتبقى ايموراجي ولا لا؟ جو بونس هو ما يقدرش يمشي حيت حنا ابار لاسين ابار ولات كتجمعنا واحد الحوايج اخرى، عندنا علاقات انسانيه، علاقات انسانيه كبر من الكونترا وكبر منا، كبر من لي كونترا وكبر من كلشي. هذه ماشي كلام التلفازه، هذا ماشي كلام التلفازه. لا ماشي كلام التلفازه، وانا ايموراجي راه كنعرفوا والدين بعضياتنا، شي كيعرف با هادشي وشي وكلشي كل واحد عارف الاخر باش مريض والاخر اش من مشكل عنده. دونك حنا واحد المجموعه اللي فيها واحد سميتو واحد الدراري اللي ما يمكنش تخلى عليهم. واخا انا ما يمكنش ليا نتخلى على الدراري. اشنو كتفسر رشيد بعض العناصر في ايموراجي اللي كيخرجوا الاعلام وكيهاجموا وكيعاودوا المشاكل ديال اللي وقعه في وسط ايموراجي؟ شوف هو الاختلاف ضروري شي يكون في الحياه ضروري، ولكن الاختلاف خصو يكون لداخل ما نخرجوش. انا ما تعطينيش خاطري انا مدوز معاك واحد المده ولا خدامين واحد المده مع بعضياتنا ونخرج وندير انترفيو انني ونتيري فيك مباشره، دونك كنحرم بزاف الرزق ديال واحد الوليدات تما اللي مساكن عندهم والدينهم محتاجين، ما يمكنش انا نخرج نحرم لهم الرزق ديالهم اللي هما راه كاين اللي باقي مسكين. يلاه واخا السفر واخا بالك فرنسا كذا كاينين دراري معنا باقيين نصافا مساكنين، يلاه بداو المسيره ديالهم. دونك ما يمكنش ليا انا نخرج، راه ماشي غنخرج مثلا الواحد غندمر بوحدو، راه غتخرج على بزاف ديال الدراري اللي دوزنا الحلوه والمره ودوزنا كلشي. دونك انا ما تنصحش بهذه المساله كاع بتاتا. علاش انت نادم في المسيره ديالك الفنيه؟ نادم؟ لا ما نادمش على حاجه، ما نادم على حتى شي حاجه، كيبقى عندي داك التخوف من هاد الدومين. كتقول انا دابا مزيان خدام، انا تنخدم على راسي، واش من هنا لقدام غنبقى كما انا كما كنخدم؟ واش غتخرج شي حاجه خايبه عليا؟ واش ما كتبقى لدرجه يوميا كتنوض الصباح كتقلب تليفونك كتخاف من لي ريزو سوسيو؟ راه شي فنان كينوض الصباح ما تيقلبش التليفون، وكاين بعض الفنانين فاش كيشوفك في مشكل كيقول واه الحمد لله ما جاتش فيا، ما يضامنش معاك، ما عيطش ليك ويواسيك ويقول لك لا هانيه غنوقف معاك، كيقول والحمد لله ما جاتش فيا فيه يستاهل. هاك كاين اللي كيقول يستاهل رشيد رفيق وقع عليه هذا الشيء. الاحزان ديالك كاينين الناس بزاف يفرحوا لك فاش كيشوفوك طايح. مع العلم انا فاش كنبارطاجي في الانستغرام ديالي كنبارطاجي فيديو فيه 1200 1300 ديال المتفرجين كيصليو على النبي و تيغوتو و تيقولوا رشيد تيبارطاجيش بزاف. فاش كدير شي حاجه خايبه ما كيشاركوش معاك الفرحه، ما كيشاركوش معاك الفرحه وكيتسناو دائما النكسه ديالك باش هما يبقاو مرتاحين. ولكن الله كبير سبحانه وتعالى. داكشي اللي كاين. شنو كاين في لي ريزو سوسيو؟
شو كيبان لينا في لي ريزو سوسيو؟ علاش هاد كاين شي شويه ديال العنف في لي ريزو سوسيو؟ مواقع التواصل الاجتماعي والدور ديالكم حتى نشوف الخطرات، يعني خصكم تحطوا فيهم مسائل، يعني وعيونا قريونا قولوا لنا بزاف د الحوايج. هو كتلقى شاهد قبل الحذف، كتلقى حاولي تلاح من السطح، شنو غتدخل كتلقى الناس داخله عنده مشكل. قلتي لي حنا فاش كنحطوا وكنحطوا دائما حنا مسائل اللي كتفيد المتلقي المغربي، داكشي ما نهائيا ما كاينش اقبال عليه، كاين اقبال على الفضيحه. اليوم المتلقي المغربي عنده استهلاك خطير للفضيحه، شكون مضرب مع شكون، وشكون عاير شكون، وشكون هاجم شكون، وشاهد رشيد رفيق يهاجم يسار. ولو لي فان ديال الفضيحه اكثر من الفنان، والله ينجينا من الفضائح. هادشي دونك هادشي اللي كاين في لي ريزو سوسيو. انت واجد جاوبني على الانتقادات والاتهامات الموجهه لك. وي الفنان ما كيبغيش الانتقادات رشيد، ما كتبغيوش نتوما الانتقادات، كتبغي نقول لكم بان انت زوين وكلشي مزيان و... لا بطبيعه الحال انا واحد الانسان اللي جنسمع كما قلت لك في الاول، راسي صغير، خصو يكون انتقاد بناء يعني على راسي وعيني، ما باش تنتقد باش تنتقد ما كاينلاش. شي مره انتقدوك باش انتقدوك، شنو قالوا لك؟ وما خلاو ما قالوا واش غتخ بزاف د الحوايج. شنو قالوا؟ شي انت رقيق، انت طويل، انت قصير، عوار كذا، يعني هذه ماشي انتقاد، هذا حساب شخصي. شنو قالوا لك؟ العوار الفاعل التارك كذا كان، ولكن راه ما خص هذاك الشيء كاع اللي تيقيد شي حاجه في شي كومونتير راه كيقيدها لي غدا امام الله، ما عنديش مشكل انا. خذ راحتك غنمشيو انا. ما يمكنش، اسمح لي قاطعتك، ما يمكنش انا نعجب الناس. شحال حنا في المغرب تقريبا من النسمه؟ شحال شي 40 40 ثمن زوين 40 مليون 40 مليون نسمه. ما يمكنش غادي نعجب 40 مليون نسمه بتاتا، ضروري واحد انا عندي واحد الفئه ديالي تنضحك معاهم تنعجبهم، كاين واحد الناس ما تنعجبهمش، مساله عاديه. ما يمكنش لي نرضي جميع الاطواق، حيت الكل فنان الكوميدي راه بحال الفروي، انت ما كتاكليش حب الملوك، انا تنموت على حب الملوك. ولكن انا كناكل حب الملوك. حب الملوك كيشبه صفاء وهناء، تحيه لهم. تحيه لصفاء وهناء. نمشيو انا وياك لحق الرد، انت واجد. واجد. حق الرد وضيفنا هو رشيد رفيق. قبل ما نبدا لك اول سؤال في حق الرد، بغيت نسولك واحد السؤال. نجاوبك. شنو هو الموضوع اللي ما عمرك ما تهضر عليه في السكتش ديالك؟ موضوع اللي عمرني ندوي عليه في السكتش ديالي هو السياسه، حيت اصلا ما تنفهمش فيها، حيت ما كتفهمش، ما تنبغيش ندوي فيها وما تنفهمش فيها. انا عندي مواضيع تندوي على البحر، على الرجلين، على الحياه، على لي شوفو، على الماكياج، على بزاف المواضيع، يعني تندوي على الويكاند، ندوي لك على الحد، ندوي لك على السبت، ندوي لك على الجمعه، ندوي لك على الخميس. كاين واحد المواضيع اللي ولاو تيخلقوا لنا مشاكل، دونك انا ما كاينلاش نطرق لهاد المواضيع السياسيه، ما كنفهمش في السياسه بتاتا، خليني في المسائل العاديه ديالي. جميل اننا نعترفوا فاش كنفهموا فاش ما كنفهموش، لان فاش كنديروا داكشي اللي كنفهموا فيه كنجحوا فيه. والله ما تنفهم فيها وحق الله، بس نعرف فيها. ولكن راك مزيان داكشي اللي كدير، الله يوفقك. امين، بارك الله فيك. اول سؤال، انا متاكده الناس اللي كيتفرجوا فينا من بدايه الحلقه لدابا تيسولوا مع راسهم، الشهرزاد غتسول رشيد هذا السؤال. مرحبا. لا بيسين، شنو المشكل؟ لا بيسين واش الناس عطاوها، عطاو حجم كبر من اللي تتستاهل؟ واش حنا تنكبروا القصص باش نرجعوا دائما الفنان هو المجرم؟ اكزاكتومون اكزاكتومون، راه كيما قلت لك في الاول، فاش كنبارطاجي شي حاجه زوينه ما تتمشيش، دونك هذا راه ماشي شي حاجه، راه ماشي مشكل، هذا هذه قصه. انا معروض تما لا ريزيدونس، هاد الناس بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، معروض عندهم تما على اساس نديروا واحد المقلب. وزياده على هذا، انا فاش مشيت تما بالعكس، تما الناس تلاقوا معايا واستقبلوني بحراره وجاتهم بحال المفاجاه، عجبهم الحال. وكيفاش غادي ندخل انا الريزيدونس بوحدي؟ راه معايا الناس، راه الناس اللي عارضين عليا راه هما اللي مدخليني مع السيكيريتي ومع هذا. السلام عليكم، السلام، ودخلنا عادي، ما كاين حتى شي حاجه. ما كان حتى مشكل من بعد لا جون سيكيريتي. كيقول لك واحد المثال، المندبه كبيره والميت فار. بسيط جدا. شو مثلا في فرنسا ولا في امريكان كاينين تشالنج بحال الطريقه هذا، وزعما الناس كيعالجوها بطريقه عاديه وتيضحكوا. انا شوفي اختي شهرزاد، انا هذا ما بانش مشكل كاع،
بتاتا. هذه مساله عاديه، انا معروض عند الناس اصدقاء ديالي تما، وزياده عليك على ذلك انا ما صورتش كاع حتى السميه ديال ريزيدونس، ما صورتهاش، ما صورت حتى شي واحد في وجهه، ماشي احترمت كاع دوك الناس، ماشي القصد ديالي انا نسئل دوك الناس ولا نسئل دوك الساكنه. بالعكس انا الهدف ديالي كما نرجعوا لنا، الهدف ديالي هو انني نضحك مع لي فان ديالي، حيت حنا في الانستغرام هو واحد التلفازه اللي كتبقى بيننا وبين المتلقي، فاش كنتنزل من الخشبه كتبقى عندي واحد التلفيزه صغيره اللي هي انستغرام، كنبغي نبارطاجي مع الناس داكشي الزوين ونضحك معاهم وفوالا. هي في الاول الناس بارطاجاوها عجبتهم واو كذا، من بعد انا كيبان لي ماشي شي مشكل، هذا ماشي شي حاجه كاف. شنو ردك على الناس اللي انتقدوا سلسله ولاد علي وقالوا بان ماشي في المستوى المطلوب؟ سلسله ولاد علي لقيتها فاش كانت فاش انتقدوها الناس، كان اصلا كان في هذيك الوقيته بالضبط كانوا مشاكل، كان اي حتى حاجه ما عجبها، ودابا حتى حاجه ما عجبها الناس في هذيك الوقيته كانوا مشاكل. دابا حاليا ولاد علي تتبارطاجا مزيان، تتبارطاجا ولاو دابا الناس يلا كيرجعوا يشوفوها يلا. بالعكس ولاد علي واحد السلسله اللي ما خداتش حقها، دازت فواحد الظروف كانوا مشاكل راه كنتي عارفاهم، ما خداتش حقها بزاف، وبالنسبه لي انا راها ناجحه وعانينا فيها بزاف، داكشي علاش انا كنحس بها ناجحه. اشنو ردك رشيد على الناس اللي كتقول بان مستوى الكوميديا في المغرب هزيل؟ انا ما عرفتش وجهه النظر ديالي، انا الناس اللي تيقولوا مثلا هزيل ربما ماشي يجيوش يتفرجوا، ما تيقطعوش التيكي انه يجي يحضر ويتفرج مباشره، يعني كاين بعض الناس كيكون عندهم مشكل ديال السم والغيره فوالا هادشي اللي كاين. الكوميديا انك قطع لي التيكي ديالك وجي تفرج، ديك الساعه يبان لك واش هزيل ولا ماشي هزيل. شنو ردك على الناس اللي كتقول بان رشيد رفيق ما كيحترمش الصوره ديال الفنان، بعباره اخرى غير كتصرف كما بغيتي كما قلتي لي قبيله بدايه الحلقه بتلقائيه؟ بحال اش مثلا؟ ما كتردش البال للتصرفات ديالك مثلا؟ هما اللي كيقولوا ماشي هما اللي تيقولوا فاش زعما فاش تصرفت فاش التصرفات ديالك؟ عادي انا كنتصرف عادي، واش احنا في الولد وين كنا بنكونوا بلا زواق؟ رانا في حياتي بلا زواق، رانا سبونطاني بحال هكا، ما يمكنش لي ما يمكنش لي نكون شخصية أخرى، نكون شي شخصية أخرى، راه أنا رشيد رفيق راه بحال هكا داير، راه هذا الشيء اللي عطاني الله، دونك راه كنحاول نتأدابطا نكون ما نكونش طائش بعد خطرات نتحكم في راسي، ولكن راه ما كان أدي حتى شي واحد. نتايا رشيد رفيق أنت طايش؟ أنا؟ لا ما طايش، واش اللي طايش عنده جوج عنده بنية والوليد جاي في الطريق؟ أنا تبعي هدرتك. أنا تبعي غير هدرتك. أنا تنتقد، واش دي لي أنا؟ كنت بغيتي ترد على شي انتقاد ولا اتهام ما قلتوش لك في الحلقة رشيد؟ لا لا ما عندي حتى شي رد على حتى شي حاجة. حتى شي حاجة؟ لا حتى شي حاجة، أنا مزيان مع الناس كاملين، ما عندي مشكل مع حتى شي واحد، ولكن اللي عنده شي مشكل معايا راه هذاك مشكل ديالو. انا اللي كان عندي مشكل معك راه غادي نجي مباشره نقول لك فلان عندي مشكل معك خصنا نحلوه. انا الحمد لله حاليا ما عندي مشكل مع حتى شي حد. ارجع انا وياك ساعه قبل البرنامج، تدخل معايا ولا ندمتي دخلتي؟ فاش برنامجنا؟ بالعكس انا مرتاح وعجبني الحال، قلت هذاك الشيء اللي في جعبتي يعني. ما قلتيش لي كل شيء. و البرنامج الوقيته ديالو هو هذا، بغيت نقول لك كل شيء خصنا ثلاثه السوايع. كي بغيتي تسولي شي سؤال اخر نقول لك كلشي. ميساج منك الناس اللي كيشوفونا رشيد شنو كتقول لهم؟ بغيت نقول للجمهور ديال شادة تي في تبارك الله عليكم والله يخطيكم وراكم ديما في القلب. يقول أفلاطون: لو كانت الحقيقة امرأة لأحبها كل الناس. صراحة قولك تعكس الواقع، فالحقيقة كيبقى عندها سحر خاص من الصعب تخطيه. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وكلنا أمل أن ضيفنا رشيد رفيق كان صريح معنا لدرجة كبيرة في الأجوبة ديالو. أما أنا ما بقى لي إلا نشكركم، نتلاقاو في الأسبوع المجي مع ضيف جديد. السلام عليكم.